لا بد من النية في العمل، وأنه إذا لم يكن في صومك نية فإنه لا ينفعك، وبالتالي لا بد من استحضار النية الصالحة في عملك، ولا يمكن أن يتحقق إيمان واحتساب إلا بنية، لكن النص عليها للتنبيه إلى أهمية النية. وما هي النية؟ النية هي عزم القلب وقصده وإرادته، هذا تعريف النية، عزم القلب وقصده وإرادته. إذن عندنا ثلاثة أمور: أن يصوم إيماناً، أن يصوم احتساباً، أن يصوم بنية. النية أن يكون هذا العمل صادر عن قصد وإرادة وعزيمة، هذا واحد. إيماناً أن يكون المؤمن، أن يكون الصائم قابلاً لما فرض الله تعالى، موقناً أن الله فرض عليه الصوم وهو منشرح الصدر بقبول هذا الفرض. الثالث الاحتساب، وهو أن يرغب في ثواب عمله ويصبر على ما يلقاه من تكاليف، ويؤمل الأجر ممن يعطي على القليل الكثير سبحانه وبحمده.